يعاني سكان حي 296 مسكن بمستغانم من عدة مشاكل، أبرزها مشكل الأقمية والمصاعد المتوقفة وغياب المرافق العمومية والملاعب الجوارية. كما عبر سكان الحي عن سخطهم الكبير عن الحالة التي آل إليها الحي مناشدين السلطات المحلية بالنظر إليهم بعين الاعتبار. حمادي أحمد، رئيس جمعية الحي 96 مسكن. الاولى الانشغالات عندنا هنا، راك تشوف الانشغالات عندنا عايط يا بوكود يا المشكل الاول عندنا لي كاب، هادو لي كاب رانا هنايا في الصيف الجاي، تشوف في الصيف الجاي وعندنا مشكل تاع عندنا متحشك، شفت البوبل تاع اللي خرجوها من غير من بصر واحد، تشوف شكاين ديزوردير حشك اكتمع والاحوال راك تشوف المشروع المسالين، راك تشوف الحي هذا راه في موقع استراتيجي جديد جدا، يطلع للبحر بالقرب من فندق ازاد وحديقه الحيوانات والحديقه تاع التسليه. الانشغال تاعنا ندخلوا مباشره عندنا القبو، القبو راها تتسرب مياه قادره من القبو، حنا ماذا بينا يديروا يدزدوا لنا المشروع تاع حي 5 جويليه. عندنا فيما يخص التهيئه الخارجيه، التهيئه الخارجيه الطالع والتهيئه، راك تشوف الحديد تاع الاخر نهضروا بالعاميه رهيبان. المشكل تاع المصاعد، المصاعد كاين فضاءات ولكن ما استعملناهاش كاع. المساحات الخضراء منعدمه في الحي، الارصفه راهي متدهوره راكم تشوفوا، زيد عندنا المحلات ما راهيش مستعمله لاغراض تجاريه، راهي مستعمله لاغراض سكن. وراهي مشوهت لنا الحي. نطلب من السلطات وعلى راسهم السيد الوالي يتدخل، ونزيدك ثاني فيما يخص الملاعب الجواريه. الملاعب الجواريه كما راكم شفتوا كاين في الباب الخارجي راه كاين انابيب على الغاز، دوك الاطفال قال لك ما صبناش وين يلعبوا، راهم يلعبوا لنا تما وهذا خطر علينا وعليهم. السلام عليكم. على كل حال انا نوجه هذا النداء، نداء نوجهه للسلطات المحليه على راسهم الوالي ورئيس دائرة. هاد الناس هادو ديجا رئيس الحي بنفسه راه يهدر على هاد المحلات، مشي خطره مشي زوج، وصلوا الرساله وصلوا للصوت تاعهم. يا هل ترى انت هاد السلطه هاد الرؤساء علاه تقول لي دير رئيس حي ومن بعد ما توقفش مع ما توقفش معاه ما كان له ندير رئيس حي؟ دروك انا رئيس تاع انا رئيس حي تاع المحلات التجاريه، انا نهضر عن المحلات التجاريه، انا ما عندي حتى سلطه، بصح هو كرئيس حي عنده سلطه، غدوه ان شاء الله كون يبغي هو يدخلني عند الوالي ندخل معاه عند الوالي ونهضر. النداء هذا يشوفوا الرئيس الحي، نداء الرئيس الحي ماذا بهم يعيطوا له في اقرب وقت، يجي يشوفوا منطقه سياحيه جايه على لي طوره الله ينعس الشيطان 296 مسكن ماشي، يجي هو يشوف بعينيه وتجي السلطات المحليه اللي تقول انا نهضر على السياحه تاع مستغانم، اللي هما مستغانميه ويهضروا على السياحه، يجوا بعينيهم يدخل، ما تجينيش انا مع لوطوروت، خات لوطوروت راه يفوت معاها الوزير، راه يفوت معاها الوالي، يفوت معاها الشاب دايره، مام با ما تدخلش، ادخل للداخل للقلب، 10 مترات ادخل للقلب وشوف بينك وبين لوطوروت كاين شكاين. كاين طريق فيها 6 مترات ما تيكش تقاري لوطوك تدخل تشوف بعينيك، شكون هاد الشعب ياكلك؟ والسلام عليكم.